هذه يا جماعه بريانينا مال اليوم. شفتوا هذا البرياني مال اليوم يا اخواني، قلنا لكم سوينا بطريقه ثانيه مثل ما شفتوا البرياني العادي، بس احنا وايد نصعب الامور هني كذا كذا، بس لا كل شيء يمشي ان شاء الله. نحط عليه الكزبره هني شويه، ننزل عليه شويه هذا البصل المكرمل. شفتوا يا اخواني هذا طبق اليوم، برياني ابو مبارك اللي سويناه، وان شاء الله يعجبكم. ردونا ورا شوي على الصوره خلي يشوفون الصحن، وهذا صحن ابو مبارك مال اليوم. اعطوني رايكم فيه، كاو ها شفتوا، بس كاري مات اليوم. شوفوها شوفوا ما شاء الله، بسم الله بسم الله. هذه مرقة الكاري.